بما ان كل جهه غادي نعملوا ملتقيات وكل ولايه وكل مديريه التربيه تحدد النسبه تاع الاساتذه اللي خرجوا في التقاعد ويمدونا هذه الارقام. من بعد هذه الارقام يكون استقروها يعني كاين ستابيليزاسيون دي شيفر، ونظن بلي ما بين كما عملناها السنه الماضيه ما بين مارس وافريل غادي نقوموا بهذه العمليه.